شارك وفد من مجلس النواب برئاسة سعادة النائب عمار البناي وبعضوية سعادة النائب عبد الله الدوسري في الندوة الدولية حول موضوع البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي الذي عقد في العاصمة المغربية. وتأتي هذه المشاركة في إطار المساعي المرتبطة بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة النائب عمار البناي رئيس الوفد النيابي المشارك. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثامنة. إذا موضوع الأمن الغذائي موضوع مهم، ولكن حدثنا أكثر عن هذه المشاركة وأهم النقاط التي تم النقاش حولها في الجلسة. شكرا عزيزي على هذه المداخلة. مساء الخير. يحرص مجلس النواب وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس المجلس كمكون رئيسي في عملية البناء والتطوير وبدورنا المحوري في سن التشريعات وتعديل القوانين وتقديم بعض المقترحات والرقابة على المشروعات فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي إن كانت محليا أو إقليميا أو دوليا. تأتي مشاركتنا في هذه الندوة الدولية وهي للشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي في الرباط المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمشاركة رؤساء ومسؤولي البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات القارية الدولية في أفريقيا أو كانت في العالم العربي وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، حيث تأتي هذه الندوة في سياق إغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني حول القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، وكانت تقديم التوصيات والمقترحات اللي كان من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة. يأتي تشجيع الاستثمارات في ميدان دعم وضمان استدامة ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي، مواجهة نقص الحاد في الإنتاج الغذائي يمكن يكون هو لمعدل الزيادة في إنتاج الأغذية اللي يتناسب مع النمو السكاني العالمي، وإحنا نلاحظ يعني عقبات كثيرة تحول دون تحقيق النمو المطلوب من الإنتاج الغذائي، خصوصا اللي يرتبط بالتغييرات إن كانت المناخية أو لابد من اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية الكفيلة بضمان التمتع بالحق في الغذاء المناسب والصحي والآمن والكافي والتخلص من الجوع. يمكن تبادل المعلومات من خلال هذه الندوات والمؤتمرات والخبرات حول الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والتوعية والتحسين وتقديم العديد من الدراسات والمقترحات في هذا المجال. اليوم لو نتحدث عن البرلمانيين فهم شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بمحاربة إن كان الفقر والجوع سوء التغذية لما يكون من مهام تشريعية ورقابية، ويقومون به من دور هام في تطوير السياسات العامة المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي مشاركتنا في هذه النقاشات المتعلقة بالأمن الغذائي سواء داخل البرلمانات أو في إطار المنظمات البرلمانية والدولية. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك من الرباط سعادة النائب عمار البناي رئيس الوفد النيابي المشارك. شكرا جزيلا.